أهلا فيكم في مستشفى العبدلي، وأهلا فيكم في مركز الثدي وصحة المرأة. هذا المركز الفريد من نوعه، واللي بيختص بكامل جوانب صحة المرأة في جميع مراحل حياتها. مركزنا بيوفر خصوصية عالية بجو مريح، وكل خطوات التشخيص والعلاج بتتم في مكان واحد بإشراف أخصائياتنا اللي خبرتهم طويلة على المستوى المحلي والدولي. فريق تشخيص أمراض وجراحة الثدي في المركز يشخص ويعالج جميع نواحي صحة الثدي، منها الكشف المبكر، علاج أمراض الثدي، جراحة الثدي العلاجية والتجميلية والترميمية وفق معايير الجودة العالمية. وعشان تحسوا براحة أكبر، فريقنا نسائي بالكامل. يضم المركز أيضاً أخصائيات الجراحة النسائية والتوليد. ولأننا بنعرف احتياجات المرأة الصحية في متوسط العمر، أسسنا عيادة سن الأمل، واللي بتضم أخصائيات في صحة الثدي والصحة النسائية وهشاشة العظام والطب الباطني. ومن خدمات مستشفى العبدلي واللي أيضاً مهمة في صحة المرأة هي عيادة الصحة النفسية واستشارة أخصائية التغذية. الاستشارة والفحص وجميع الفحوصات والنتائج والشرح بتم كلهم بنفس المكان بنفس اليوم، لأنه بنعرف قديش وقتكم مهم لإلكم وخصوصيتكم مهمة لإلكم. وللمرضى اللي ما بيقدروا يوصلونا، نقدر نوفر الاستشارة عن بعد بأحدث التقنيات. صحة سيداتنا وجودة الرعاية اللي منقدمها هي من أولويات عائلة مستشفى العبدلي.